كثير من يشتروا موزة، وراسلوني تقريبا يمكن باليوم من 10 ل 15 واحد اشرح لهم طريقتها. ابي اشرح لكم الحين كل لكم طريقته كامله مره واحده. اول شيء الجوال بدون جراب، الجوال اهم شيء بدون جراب، هذا اول نقطه. النقطه الثانيه تفك الجير، هذا تنزله تحت او تخليه على جنب، يعني انت بمزاجك كذا ولا كذا. وبعدين تفك القفل، هذا اول قفل تفكه، والقفل الثاني هذا ينفك وهذا ينفك، يعني عندك قفل هنا وعندك قفل هنا، هذا القفل الثاني، يعني هنا في قفل وهنا في قفل، في قفلين شرحتهم بشرح الاول. وفي ناس كثير تشغل القنبل بدون لا تفك، تشغل القنبل او الجهاز بدون لا تفك القفل، فما راح يشتغل طبعا، ما راح يعطيك الاداء الصحيح. هذه اول نقطه. أبركب الجوال واصور لكم مره ثانيه الحين تشوفون طريقه وزن الجوال. اول نقطه تشوف الجوال متساوي بالمنطقه هذه والمنطقه هذه، يكون الجوال بالنص. طبعا افضل قياس تقيسه بالصبع كذا، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه اللي هو الفتحه هذه والفتحه هذه لازم تكون متساويات، هذه وهذه تضغط كذا عشان تساوي كذا يطلع معك، كذا يدخل كذا يروح، لازم تسويه هذول المنطقتين. وبعدها خلاص الجوال حر كذا وحر كذا. بعد ما تازن الجوال صح وتفك الاقفال، القفل هذا والقفل الثاني، يعني هذا القفل والقفل هذا، بعده تشغل الجهاز. طبعا بعد ما تشغل الجهاز يكون الجهاز بالعرض. اذا تبيه بالطول ثلاث ضغطات الزر هذا يصير الجوال بالطول، وثلاث يصير عكس بالعرض. هذا الجير عاد واضح، يعني يمين ويسار وفوق وتحت. وزر هذا اذا كنت بتصور وتبي تلف يمين ويسار لا تلمس الزر هذا ابد، الزر اللي هنا هذا لا تلمسه، يفتر الجوال معك على لفة يدك. طبعا لفة يدي سريعة راح الجوال يبطي باللفة، وإذا كانت لفتي بطيئة راح يلف معي بسلاسة 100%. فدايم تعامل مع تصوير الفيديو بتصوير الالتفاف يكون بطيء مرة علشان تاخذ راحتك بالتصوير. وبعدين ما تمسك الموزة، ما تمسك سيدة كذا، لازم تمسك كذا على جنب، كذا على جنب علشان الجير هذا ما علشان الجير اللي هنا هذا ما يضرب الجوال. إذا كان كذا ونزلت الجوال راح يضرب الجوال، لكن إذا كان على جنب ما راح يضرب الجوال، والجوال سيده، يعني هذه مايلة على جنب والجوال عدل. هذه طريقة تصويره، طريقة تصويره اللي هي ماسك على جنب، ما تمسك السيده كذا تمسكه. هذه طريقته، وبوريكم الحين طريقة هذا. طيب الحين نبدأ بالزر اللي هنا، الزر هذا. هذا الضغطة واحدة، ضغطة مستمرة كذا يثبت الجوال على الجهة واحدة، يعني ما يتغير الجوال، يصير على الجهة اللي انت بثبت عليه. الحين تغير، الحين صار هنا، الحين هذه أفر، الحين الموزة كل جهة الجوال ثابت على نفس الجهة هذه، أمشي كذا الجوال ثابت على نفس الجهة هذه ما يتغير. الحين علمتكم شلون طريقة اللي هو ضغط باستمرار على الزر اللي هنا. طيب الضغط مرتين ايش يسوي بالجوال؟ يعدله على وضعه الطبيعي. مثلا الحين لفيت الجوال مثلا بالجير، او لفيته بالالتفاف عادي، لفيته مثلا كذا، ضغطت الزر اللي هنا مرتين ورا بعض يعطيني الجوال على نفس الاتجاه الصحيح. خلاص الحين تساوي الحين الجهاز على الوجه الصحيح، ابد تضغط مرتين تساوى صح. هذا طريقة اللي هو الزر هذا. اذا كنت بشغل برنامج الموزة على الجوال الضغط ثلاث ضغطات هذا يخلي لك الجوال يصور سيلفي، يعني تصير الكاميرا الأمامية. هذا طريقة اللي هو الزر هذا. الحين كل شغلي هذا بدون برنامج. كلنا متعودين على التصوير من كاميرا الجوال، البرنامج حق الموزة ما احنا متعودين عليه كلنا، لا أنا ولا أنتم. أنا تهموني أنتم، ما يهمن الشركة هذه، ما تهمن لا هي ولا غيرها. أبيكم تطلعون بأفضل شيء وأفضل إنتاجية.
أنا دائما أصور بالكاميرا العادية حتى بالجهاز هذا. طريقتي بتصوير الكاميرا العادية، أطلع أحط الفوكس على المنطقة اللي فيها إضاءة وفيها ظل. طريقتي بالتصوير بالكاميرا العادية بالفيديو، أروح أشوف منطقة فيها إضاءة وفيها ظل، أروح أضغط عليها ضغطة واحدة، بعدين أضغط عليها ضغطة ثانية مطولة يطلع عندي القفل. أعطيه سحبة خفيفة تحت عشان ينطيني الإضاءة الصحيحة. هذه أول شيء أسويها. بعدين خلصت من المشهد هذا، أبى أصور مشهد ثاني، لازم أحرك المربع هذا، أروح المنطقة فيها ظل وضوء أو فيها مجسم غامق ومجسم فاتح، أضغط عليه وأعلق عليه مرة ثانية، يطلع عندي قفل أصور على طول. أضغط تصوير من هنا، بعدين أمسك الجهاز وأبدأ أصور كذا. هذه الطريقة. نسيت لأقولكم نقطة مهمة وضرورية، الكاميرا حقت الجوال تكون فوق على السهم، هنا صبت الكاميرا وسهم فوق، يعني الكاميرا تكون فوق. هذه نقطة. النقطة الثانية التصوير، خلوا HD 60 إطار، لا تحطونه 4K، 4K ما يصلح نهائي، حطوه فل HD 60 إطار. هذه طريقتي أنا اللي أصور بها الفيديوهات كلها. أي برنامج حق تصوير ما أستخدمه، أستخدم كاميرا الجوال العادية إلا بحالة واحدة، اللي هو تصوير دايركت لسناب، يعني زي طريقتي الحين هذه أصور بسناب على طول، الباقي كله صوره كاميرا الجوال العادية. وهذه لا صرت صور مناظر طبيعية واستخدمت الوايد انجل، من الآخر إبداع، حتى باللفة تعطيك مناظر خرافية، حتى لو تكون مواجهة الشمس، يعني الشمس قبالك الشمس وصور. بعدين ميزة الكاميرا الوسيعة اللي هي الوايد انجل، إذا لو تصور والكاميرا والشمس قدامك تعطيك الشمس على شكل نجمة. راح يوريكم مشهد من الجوال الثاني، نفس الجهاز هذا ونفس الجوال ولا في أي إضافة، هذا الفيديو الخام، يعني هذا نفس الفيديو صورته، ما غيرت به شيء ولا عدلته ولا شيء. شوفوا طريقة الشمس شلون جاي على شكل نجمة، هذه ميزته. بعدين دايم حط لك زيادة بالفيديو، إذا جيت تصور مشهد حط قبله شوي مسافة وبعده شوي مسافة، عشان لا جيت تقصه تاخذ راحتك بالقص. هذه يسمونه يعني في نفس عندي، أقدر أتحرك بالفيديو على راحتي في المونتاج، يعني ما أنجبر على مشهد معين، ممكن أحتاج ثواني زيادة ثواني أقل يكون عندي مجال، ما أجبر نفسي على حاجات معينة. وبعلمكم كم حركة حلوة، إذا كنت مصور فيديو بالحركة البطيئة بنفس الكاميرا، يعني نفس الكاميرا رحت وصورت بالبطيء، تصوير من هنا بالبطيء، إذا جيت حطيته ببرنامج حق المونتاج بيطلع معك فيديو عادي، فيديو سريع، ما يطلع معك بطيء. أوريكم الطريقة شلون سهلة. نبدأكم سناب جديدة، أروح لي فيديو مصوره بالتصوير البطيء وأضغط عليه، بعدين أضغط على المربع هذا، أروح لنفس البرنامج وأضغط على الفين، يطلع عندي كده تحميل، باقي له 4 ثواني يفتح. طبعا ما في له إلا الدعاية هذه ودعاية نهاية الفيديو، أختار هنا، يطلب مني إني أنشئ ملف جديد أو أحد الفيديوهات اللي هنا منشئها هنا، فنقول نحطه هنا. خلاص كذا الحين جاهز الفيديو عندي، موجود بطيء أو سريع، يعني فيديو سريع أو فيديو بطيء حتى على حسب تصويرك له. خلاص كذا أبدأ منتج الفيديو، طبعا منتاجه من هنا تبدأ، وبعدين أضغط على هذه، نفس الشرح موجود عندي بقناتي بتليجرام، نفس الشرح موجود هنا موجود هناك. وسلامتكم. لا جيت تصور مثل ما قلت لكم، أهم شيء إنك تصور كذا، لا تصور كذا، خاصة اللي مو برو ماكس، لا تصور والجهاز عدل سيدة كذا، لا تصور، صور والجهاز مايل، شوف يكون في فراغ هنا، يعني الجوال ما يتضايق، شوف راعي، يعني الجوال الحين تعدى الذراع هذا، تعدى الجوال، إذا صار الجهاز على عدال ضربته كذا راح يضرب الجوال، دائم خلوه مايل، يكون في فضاوة بين هذه المنطقة والمنطقة هذه فاضية هذه. هذا أهم نقطة. والنقطة الثانية، فك القاعدة هذه خلها معك في السيارة،
لا تخليها بعيدة، خلها معك قريبة لأنك تحتاجها كثير، هذه تحتاجها واجد. الشباب اللي بيحطونه يثبتون على الكبوت، أبعلمهم الطريقة. إذا فكيت القطعة هذه، هذا موقع، اشتر المغناطيس حق الأريال الآيكوم الكبير، هذه المغناطيس حق الجهاز حق نفس الأنتل، فك القاعدة حق الأنتل يبقى المغناطيس لحاله، ركب عليه مسمار 10، يجي مسمار 10 هنا، وذراع هذا يكون عدل كذا. إذا جيت تركبه على المغناطيس خلوه مايل، خلوه كذا مايل، تكون القاعدة كذا تحت الجهاز، يكون كذا الجهاز ثابت. خلاص صور، صير 100% معك. وثبته على السيارة، لكن لا تسرع بالسيارة بالحيل، يعني مهما كان ترى هذا الجهاز، لا تسرع بالحيل، يعني خل ممشاك أقل من الطبيعي شوي، يعني لا تسرع مرة، خلك قولك لا تسرع وخل ممشاك طبيعي. تكون هنا القاعدة ثابتة بالمكان هذا، يكون نظرة على جنب، خلاص تثبت 100%، ما تتحرك أبد من السيارة. أهم شيء مثل ما قلت لكم اللي هو الميول بدون جراب الجوال، ويكون هنا المسافة نفس المسافة اللي هنا، والمسافة اللي هنا نفس المسافة اللي هنا، تفك القفل اللي هنا وتفك القفل اللي هنا، وتوكل على الله. برنامج الموزة موجود بالأب ستور، هذا البرنامج، صور الشاشة اللي يبيه يروح ينزله. طبعا أنا من الناس اللي ما استخدم أي برنامج بالجوال للتصوير، كاميرا الجوال تكفي وتوفي. عاد دائما افتحنا موضوع التصوير، بعلمكم بعض الحاجات الموجودة ونسويها حنا سهلة، يعني ما هي بهرة. أول نقطة، لا تصور وانت ما مسحت العدسات، يعني عدسة تلمس بيدك نحاس العدسة، هذه تمسح بمنديل تمسح بقماش، أهم شيء تكون العدسة نظيفة حقت الكاميرا. النقطة الثانية، مسكة الجوال، لا تصور بس ناب كذا، كذا لا تصور، اللي هو تضغط الزر هذا وتصور كذا، هذا لا تصور بها الطريقة هذه، امسك الجوال كذا وحط صبعك هذه على حق الصوت وتضغط الصوت تعلق عليه كذا، تصور بسناب دايركت أو بالفيديو كذا، أقل طريقة تصور بها يصير ما عندك اهتزاز، يعني ماسك الجوال من هنا وتصور كذا، لا تصور به، لازم ترجع على خيارات الفيديو، عندك فيديو عادي عندك فيديو بطيء عندك فيديو سريع، هذا يخلي به حركة بطيئة واضح يعني، وهذا يخلي به حركة سريعة، يعني هذا تصور به ساعة كاملة يجيك الفيديو 10 ثواني، وهذا يخلي لك الثانية دقيقة، يعني تصور شوي يصير مقطع طويل. والفيديو العادي طبعا أنا أشرح للكل، يعني في ناس تعرف في ناس ما تعرف، لكن الحين بوريكم كم فريم اللي هو HD 240، هذا يصلح للمناظر الطبيعية أفضل من الفيديو العادي، يعني بعض الحاجات اللي هي مثلا تصور مثلا قال من الجوال، طبعا تقدر تصور كذا، هذه من ضمن الحاجات اللي أصورها أنا، اللي الجوال مقلوب وتكون العدسة واسعة تعطيك المنظر الرهيب. شوفوا الجوال سحب بسيطة بس، شوفوا يعطيك اللقطة كيف طريقتها، صراحة من أفضل الحاجات اللي تشوفها تجي بالتصوير اللي هو قلب الجوال، تكون الكاميرا قريبة للأرض، هذه من ضمن الحاجات الكويسة. التصوير السريع تصور أقولكم ساعة كاملة يجيك الفيديو يمكن 10 ثواني ولا أقل من دقيقة، هذا من أساسياته ثبوت الفيديو، يا أنك تركبه على الموزة يا أن فيه قاعدة راح أجيبها إن شاء الله بأحد المحلات يوفره وأعلمكم عنه، في قاعدة رهيبة لتصوير الجوال وعلى أي أرض كانت، يعني أرض مائلة هي أرض كذا يثبت الجوال صح. أبى أصور لكم إن شاء الله وأوريكم إياه، وإن شاء الله فترة راح أخلي أحد المحلات يوفرها مثل ما وفر الموزة، أخليه يوفر لكم الثانية هذه. هذا أكثر فيديو جاني استفسار عنه، شلون طريقة تصويره هذا الفيديو،
هذا أول شيء صورت بنفس الجوال هذا، يعني ما في أي تغيير، بس إني صورت كذا بالمقلوب وخليت الماء يدخل إلى الحد هذا، يعني حاط يدي أنا هنا، يوم لبس يدي لمست يدي الماء وقفت، ما بيتعدى المنطقة هذه، ما بي الماء يدخل على نفس مكان الشريحة ومكان الشحن والسماعات. أول ما طلعته على طول قلبت الجوال عشان الماء الموجود على السماعة، على طول معي بناديل لما أصور ونظفت الجوال من الماء. طبعا لا تبطي، بس اللي خذ لغتك واطلع، لا تخلي الجوال يبطي تحت، إذا بطى الجوال فالله يخلف على جوالك، يعني هو ما هو ضد الماء، مقاوم للماء، يقاومه بس ما هو ضده. لقطة سريعة بس كذا وطلعت، ما بطيت، خليت التصوير بطيء وسلامتكم. هذه طريقة اللي هو المقطع هذا اللي تسألون عنه دائم، كم واحد يرسل لي يقول شلون صورته. عشانكم تذكرون أول قلت لكم هذول البرامج اللي استخدمها هنا، هذا برنامج كنت استخدمه أول بدمج الصورة اللي هو صورتي واحط معها التوقيع حقي، لقيت انه يخلي الصورة جودتها اقل، هذا يضعف جودة الصورة، فصرت ما استخدمه، صرت استخدم هذا بديل عنه. هذا برنامج الكتابة ودمج الصور، تدمج منه صور وتدمج منه وتحط عليه كتابة للصور كلها، هذا افضل شيء شفته الى الحين. هذا برنامج طريقته سهلة، تضغط على هذه وتختار ثاني خيار يوديك للصور، فبختار مثلا اي صورة، نختار هذه، اخترنا الصورة هذه، بعد تضغط على دن اخترناه، بعدين تضغط على الخيار اللي هنا هذا الخيار، تضغط على ثاني واحدة، اضغط عليه وديك للصور البومات. انا حاطه عندي البوم، كتب عليه فلاتر اللي هو التوقيع، هذا واحد هذا واحد، اختار هذا طلع عندي، هذا هو، لا تضغط اي شيء الا دن على طول، طلع عندي التوقيع هنا الصغير هذا، هذا هو، اضغط عليه اختار الخيارات. طبعا اضغط عليه عشان تكون واضحة، تطلع لك خيارات، اضغط ايسر واحد، هذا هذا حجم اللي هو 105، هذا حجمه، ارفعه شوي بس ما هو زيادة، يكون اقل من الصورة شوي، احطه بالنص كذا، خلصنا. بعد على هنا وحفظ، الحفظ دائما استخدم انا اول خيار، اضغط على هذه خلاص الحين حفظ عندي باستديو على طول القه. طبعا قلت لكم هذا كنسلو، هذا اللي هو دمج الصور والكتابة على الصور، تضغط عليه تكتب اللي تبي، وهنا يحطه بالنص او يمين او يسار هذا الخيارات، وهنا تغير الخط، تقدر تنزل خطوط من النت، افتح على جوجل واكتب خطوط، اكتب نفس البرنامج وخطوط، او شوفوا شرح له باليوتيوب، هذول الخطوط اللي مضيفها لنا من هنا، اوريكم اياها هنا على الكتابة الثانية، نقول السلام عليكم، هذه اضغط عليه كذا واضغط على هذه، شوفوا خيارات، هذه الخطوط الاساسية اللي هنا تجي، والخطوط هذه الفرعية. في خطوط كثيرة له، شوفوا له شرح باليوتيوب وله شرح وتقدر تنزلهن خطوط تنزلهن من جوجل تبحث عنهم. نختار مثلا هذا الخط، هذا خط ثاني، طريقة اللي هو الألوان، لازم إذا كان فيديو وبعض الأحيان يجي اللون الفيديو أقل من قريب لون التوقيع، دايم حط له حواف سود، اختار حواف السود من هنا وضغط على ثاني واحدة اللي هي بالنص هذه، وهذه زودة، وهذه لا تزودة مرة، هذه زودة خفيف بس اللي هي يصير له حافة بس عشان يكون واضح إذا جت الإضاءة من وراه أو جاء المشهد من وراه قريب لونه راح يضيع تضيع كتابة، اللي هو التحديد الأسود أفضل شيء بالطريقة هذه جدا. شوفوا على ودي لي لون
ودي لي لون واضح بأي مكان. هذه أحسن طريقة. بنكمل شرحها لبعض البرامج. هذا تقسيم الفيديو، يعني الفيديو عندك هطول أكثر من دقيقة ما ينزل بالسناب، لازم تقسمه. أنا دائما أحطه على 50، أضغط على هذه وأكتب هنا كم عدد الثواني، أكتب 50، بعد أضغط تم، يقول اختيار المقطع. هذا المقاطع اللي عندي، هنقول هذا اللي أمس نزلته بالسناب، هذا هو دقيقتين وشوي. خلاص من يوم أضغط اختيار يبدأ هو ينزل الفيديو. هذا هو حين يقصر حين الفيديو، بعدين ينزل على 50 50 50، آخر شيء يصير على باقي الثواني الموجودة. خلاص أول ما يخلص يكتب لي تم. الحين نروح استديو نلقاه جاهز. هذول هن 50 و50 و34 جاهزات. هذول هن، هذه الصورة المشوين، شوف الدقة 100%، حتى دقة الكتابة موجودة 100%، ما تغير شيء أبد، ما خربت الدقة من برنامج الدمج. هذا معروف عند الجميع يعني ما يبي له شرح. هذا الـ VN، بعضكم متورط شلون ياخذ الصوت مثلا من الاستديو، عنده صوت بالاستديو بياخذه للـ VN. انا احطه عن طريق إدارة الملفات، اضغط عليه احمل من اليوتيوب. اذا صار عندي حفظ اسوي حفظ على صوت، ما احفظ الفيديو. اذا كان عندي فيديو موجود هنا من ضمن الفيديوهات الموجودة، ابى اختار انا بس صوت لحاله. هذه كلها أصوات، المشكلة عندي ما عندي فيديو. خل أشوفكم فيديو. هذا فيديو، أضغط على 3 نقاط، هذه يطلع لي خيارات كثيرة، تحويل إلى صوت، أسوي تحويل للصوت، صار عندي بقول شيء. هذا هو محول صوت. محول للصوت، أروح ل3 نقاط هذه، أضغط عليها يطلع لي من ضمن الخيارات اللي هي مشاركة، أضغط على مشاركة وروح لبرنامج الـ VN، أضغط على البرنامج هذا، يقول اختار أي خيار تبي، حط ميوزك، اختار يا أن يطلع لك، إذا كنت جديد يطلع لك ملف جديد أو عندك من ضمن الملفات هذولي، تختار هذا الملف اللي تبي تنزله، بس تضغط ضغطة واحدة خلاص. هذه خلاص كذا نحفظ عندي جاهز، موجود الحين بالنفس مكتوب الجمعة. أدخل هنا مكتوب الجمعة، ألقاه أول شيء. بعد ما أخلص من إدارة الملفات نزلت الصوت بالبرنامج الـ VN، وخلاص الحين باقي لي بس الحين أمنتج. طبعا دايم إذا كنت تمنتج صح تحط الصوت قبل الفيديو، يعني أهم شيء الصوت قبل ينزل الفيديو، تحط الصوت جهز الصوت وتمشي على نغمات الصوت. يعني مثلا الشيلة مكونة من بيت شعر، يعني يكون فيه شطر أو بيت كامل، المشهد يا يكون على شطر كامل أو يكون على بيت كامل، ما يجي نص الكلام وتقطع الفيديو وتحط تكمل فيديو ثاني، لا. هذا كذي طريقة المونتاج الصحيح. حتى برنامج هذا جاهز، ما في تسجيل ما في شيء، بس افتح برنامج تطلعك دعاية 5 ثواني وتروح. اضغط على الموجب، الخيارات هذه كلها موجودة عندي، اضغط على الازرق، اختار الفيديو اللي ابي. ابي اختار لكم فيديوهات خام عشان اوريكم شلون طريقة حتى قص الفيديو والعر. هذولي اخترتهن 3. طبعا اول واحد تختاره، اول فيديو تختاره هو راح ينزل اول واحد، وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع، لا خلينا نخلي هذا الرابع بس، يكفي هذولي اخترتهم. هذولي الحين فيديوهات جاهزات، يكون اخر شيء موجود عندي بالفيديوهات اللي هو دعاية البرنامج، اضغط عليه ضغطة واحدة يطلع لك الخيارات هذول كلهن، اضغط على كنسل، خلاص كذا انتهينا منه. الحين الفيديوهات كلها بالعرض، وانا بنزل على سناب شات بالطول. طريقته سهلة، أول شيء أختار هذه الخيار اللي فوق في 9.16، أضغط عليه
خلاص كده خليت الحين إطار كامل على نفس اللي هو 9.16. بعدين أروح للقص، هذا القص أضغط عليه وهذا هو 9.16 وأضغط عليه تم. الحين صار الفيديو كامل على هذه. طبعا لا تقصه على أي مكان، لا أنت اختار الزاوية تبي، أنت راح لخت الزاوية تبي، أنا بخلي الشمس بالنص. طبعا بعض الفيديوهات يجيبها صوت، أضغط على الصوت، هذا اللي فيديو بو صوت، البقيه حقت الطياره طبعا ما يجيبها صوت، اضغط على الصوت هذا سكره، هذا يسكر الصوت الفيديو لحاله، وهذا يسكر الصوت الفيديو لحاله، بس الفيديو هذا يسكر صوته، هذا اللي اخترته يسكر كل الصوت اصوات الفيديوهات الباقيه، يعني هذا جميع الفيديوهات سكرها كلها نلغيتها الحين. خلاص الحين باقي لي احنا الزاويه هذه شلون اختارها، اضغط على القص هو يعطيني اياها على طول، واذا ما اعطاك اياها على طول انت اختارها من هنا، اختار الزاوية اللي تبي. طبعا يمديك تقص تحرك تسوي اللي تبي، انا ابي على كامل الشاشة وبخلي الشمس بالنص واختاره. بعد ما عدلت الفيديو هذا باقي لنا هذا، بعد نحط الشجرة بالنص ونختاره. خلاص الحين كل الحين الفيديوهات الحين جاهزة على نفس الطول، نبي نروح نختار الحين صوت. خلاص الحين جهزت الحين فيديوهات، أبحط الصوت، أبدأ منتج على الصوت اللي عندي، ما منتج على نفس مشهد الفيديو، الصوت أهم من الفيديو بالمونتاج. أختار الخيار هذا، بعدين أختار، ما هي واضحة عندكم ألوانه، بعدين أختار هذه، يطلع عندي أصوات، خلينا نقول شيلة، عندي خلينا أختار أي شيلة. ما ادري ايش اختار، خل اختار لك ابو اوريكم الحين. اخترت الفيديو هذا، الصوت هذا، هذا هو. طبعا بعد ما تسمعه هنا تضغط على الخيار اليمين، يعطيك الصوت من وين تبيه وكم مستوى الصوت ودخول الصوت ناعم والخروج ناعم، هذولي مهمات اثنين، هذولي اللي هو يدخل بسلاسل ويرتفع الصوت شوي شوي، اقصر الصوت شوي. طبعا عشان منتج انا لازم اكتم الصوت، بخليه 3% واختاره. هذا الفيديو الحين جاهز، الحين بس باقي الحين منتج الحين المشاهد على الصوت. الحين ابدا الحين تشغيل الحين الفيديو، واحاول اطبق بعض الكلمات اللي موجوده بالشيله بالقصيده على مشاهد الفيديو اللي عندي. الحين يقول يوم اقبلت، وش بسوي في مشهد هنا، انا حطيته على الطياره وهي تمشي وعلى وراء، هذا هو شلته كذا، ضغطت علقت عليه، شوف علقت عليه وشلت الفيديو حطيته اول شيء. طبعا الفيديو طويل شوين، فيه لفه وفيه كذا، وبعدين عدلت الطياره وقفت، بعدين قاعد تمشي على وراء، من هنا بدايه المشي على وراء. الحين بقوم اقطع الفيديو الاول ما بيه، اختار الفيديو من هنا. طبعا هو يقول بالكلمات يوم اقبلت، زين، والفيديو هذا على وراء يرجع، فلازم اقلب الفيديو اخليه عكس، يبدا من الاخير الى اول شيء اسوي به. في خيار موجود هنا، هذا الخيار يقلب الفيديو يخليه بالعكس يجي. في طريقه ودي اني اسويه ولكن ما يضح وش اللي اضغط، يعني اضغط هذا ولا هذا، ما تدري وش اللي اضغط، اللي هو تصوير الشاشه، لكن شفت من طريقه اللي هو الشرح عن طريق الجوال ثاني افضل، انا بدي اشرح لكم. وطريقه قلب الفيديو هذه اللي الحين جاهزه تبطي شوي، بعض الفيديوهات تبطي عليها شوي لان دقه الفيديو عاليه، من الطياره مصوره فتكون دقته شوي عاليه. هذا الحين خلص، الحين بدا الحين عكس. المفروض الى هنا وقف الفيديو، بس المنظر للحين ما جاء صح، اروح اقصر الفيديو شوي من هنا،
انا راعي للجوال الثاني ما راعي الجوال هذا. أبكسر الفيديو من هنا شوي، امسك اضغط عليه لطلعت لي السهم هذا، اضغط على السهم واسحب. اقول لكم اضغط الخط الاصفر اللي هنا بعد ما اضغط على الفيديو نفسه، امسك الخط الاصفر هذا واسحبه لما اشوف الشاشه هنا وين يصير. في خط السياره هذا بشيله ما بي من بدايته، بصير من هنا. طبعا راح يضيع اكثر مشهد القدامي هذا راح يضيع والشطر ما خلص. وش اسوي؟ اسوي له تسريع، ارجع هنا هذا التسريع اللي هو العداد، اضغط عليه واضغط على هذه واسوي له تسريع شوي. الى هنا الى هنا. بعدين انزل على القص واقص الفيديو هذا، الباقي ما بيه اسوي له الغاء. هذا الموجب اللي هنا شوفوا كذا اوضح، الموجب هذا في خيارات، الموجب في خيار التنقل بين فيديو وفيديو تتنقل، اضغط عليه. هذه طريقة التنقلات وطريقة تزوده من هنا نقصه. أنا دايما أختار هذا اللي هو الدخول بسلاسة. هذه بس ما أزود هذا، أخلي هذا عادي مثلا على نفس الأساس يعني أساس الفيديو أخليه كذا. بعض الأحيان إذا حطيت هذه راح ياخذ من بعض الفيديو من هنا ومن هنا، حاول إنك تازن هذا على الصوت شوي. الحين تعلمنا طريقة شلون الصوت، وطريقة شلون تركيب الفيديوهات، وطريقة شلون الدخول بين فيديو وفيديو، والباقي نفس الطريقة يعني ما فيه أي زيادة. أبدأ الحين أعلمكم طريقة اللي هو الألوان الفيديو، ألوان الفيديو من الخيار هذا. أضغط عليه. هذول عندي فلاتر كثيرة هنا، أنا ما أستخدمهن نهائي، ما أستخدمهن. أضغط على الخيار هذا. هذا خيارات يدوية، أنت تحكم بالفيديو. إذا جنك أي خيارات كذا بالتصوير بالوان الفيديو، أي خيارات تجي دايم اختار آخر شيء شوف إيش يسوي، وأول شيء شوف إيش يسوي. جرب شوف هذا الخيار هذا وش عنده طريقته وشي. الرحلة اللي بعده شوف وش يعطيك. انت خلاص بعدها تدري هذا الخيار وشغلته وانت ماشي على كل الخيارات. هذه طريقتي بالالوان. عاد خلاص عاد هنا يبدا عاد ذوقك انت. شوف انا على التسريع اختار دايم هذا وهذا، هذا ما اختاره ابد، هذا ما اختاره ابد. اختار اللي بعده اللي هو تشبيع الوان، نعطيه شوي تشبيع الوان. هذه يقلبك الفيديو اللي هو يخليه على صفار شوي او زرق، انا اخليه بعض الحين على صفار شوي. هذا اللي يعطيك الحواف، الحواف يعطيك حواف إطار الصورة على أسود ولا على أبيض، دائما أعطيه شوي على أسود. هذا الحدة حق الفيديو لا تلمسونه، دائما تخرب الفيديو خاصة إنك بتحطه بسناب شات راح يحتاس. هذا يعطيك اللون اللي هو الأخضر والبنفسجي زين، هذا ما يلمس. هذا يعطيك اللي هو تشبع الألوان، هذا يعطيك اللي هو تبييض الفيديو اللي هو يطلع إضاءته شوي زيادة. هذا دائما اخليه كذا ما انطيه واجد. هذا يعطيه اللي هو نعومه بالفيديو، يخليه ناعم اللي هو يصير كانه شفاف، ما هو شفاف يصير كانه ما في حده يعني. طبعا بعد ما عالجت الفيديو خلصت، هذا الخيار نفس الخيار المشوين، يا يعني انك تعالج الفيديو هذا لحاله او كل الفيديوهات تطبق عليه نفس المعالجه. انا عالج كل فيديو لحاله، ما عالج فيديوهات كل واحد لحاله، ما عالج ما هو كل واحد ما هم كلهم سوا، الا اذا كنت فيديو واحد قصصته كذا احط المعالجة واحدة، ولا كل فيديو كل مشهد له معالجته خاصة. شوف هذا الفيديو تختلف معالجته عن الثاني، زودت اضاءة زيادة، حطيت به اللي هو الظل حطيت به شوي اقل لانه ظله زيادة. تشبع الالوان اعطيته شوي تشبع الالوان ما هو واجد. اللون الاصفر زودت عليه شوي عشان تتضح اشعة الشمس. ما حطيت به حواف، هذا ما يحتاج حواف.
أعطيته شوية اللي هو تدعيم اللون، وشوية اللي هو توضيح الأطراف الإضاءة الموجودة. شوف هذه هي، أعطيتها حاجة بسيطة بس عشان يكون واضح الفيديو صحيح اللي هو التفاصيل اللي تحت هذه حقت الشيب. طبعا نفس الحكاية، خليت الفيديو معالجته لحاله بدون لا أدمج المعالجة على باقي الفيديوهات. نعتبر نفسها الحين احنا خلصنا الفيديو بالمونتاج كامل قضى، باقي عندنا ثلاث نقاط. طبعا في نقطة منهن نقدر نستغني عنها اللي هي الكتابة، تقدر تحط كتابة من هنا، هذا خيار الكتابة اللي هو حرف التي، هذا تختار الكتابة اللي تبي وتكتب اللي عندك تختارها، بعد تضغط على هذه خلاص تحكم بال كتابة وموقعه. طبعا خياراتها واجد كثيرة، اللي هي اللون، اللي هي من هنا تقدر تحط اللي هو حواف سود من هذا الخيار وتزودها من هنا، خلاص كذا تحط الكتابة على كيفك. الكتابة تكلمت عنها، خلصنا خلاص الفيديو والصور، وباقي الحين إضافة الحين التوقيع. من هنا أضغط على الخيار هذا، بعدين يطلع لنا الخيارات هذولي، أختار الأيسر اللي هو هذا، أختاره يوديني الاستوديو. أنا حاط في ملف خاص للفلتر اللي هو هذا، هذولي الفلاتر، أنا دائما أختار هذا فلتر. إذا كنت حاط نقصة الفلتر على 9.16 يجيك طبق 100% على الفيديو بدون أي تعديل. بعد ما أنزل التوقيع يكون بالشكل هذا، أضغط عليه ضغطة واحدة، أمسكه من الطرف اللي هنا من السهم وأسحبه إلى آخر الفيديو، أو أصغر من هنا إذا كان الفيديو طويل، أصغر من هنا وأمسكه وأسحبه، خلاص إذا نهيت الفيديو كذا انتهيت. باقي الحين عندي النقطة الأخيرة والنهائية، الحين باقي النقطة النهائية اللي هي الحفظ. الحفظ على الخيار هذا اللي بالزاوية، اضغط عليه يطلع لك، أول ما يطلع لك إذا كنت أول مرة تجربه يطلع لك على أوتوماتيك، لا تستخدمه، اطلع على، شوف حتى هو حط لي هنا فل جديد 60 إطار اللي هذه، لا اطلع على مانوال هذه، وبعدين اختار فل جديد 30 إطار اللي هي 9000، هنا تحط 9000، لا تشغل أي خيار ثاني زي هذا تقول لا أبي HDR هذا يخرب الفيديو. انتهينا كذا، أضغط على وانتظر لمن يحمل الفيديو، وانتهينا كذا. كذا الفيديو الحين محفوظ جاهز، تلقاه باستديو على طول بدون لا تسوي حفظ ولا شيء، خلاص سكر البرنامج وانتهينا. تقريبا احنا خلصنا كل البرامج، هذا ما شرحناه وهذا معروف بدون شرح. باقي البرنامج هذا بعد زيادة، هذا اللي استخدمه بعد معالجة الصور، أعالج الصور من البرنامج هذا اللي هو سناب سيد، المعروف عند أكثر الناس. وباقي لنا اللي هو التوقيع، موضوع التوقيع موضوع يبيله شرح زيادة. إن شاء الله بعد فترة قريبة، كم يوم إن شاء الله راح أشرح لكم شرح كامل ووافي.